ماذا تخبرنا علوم الأحياء عن صفات الإبل الجسدية والتشريحية وعن وظائف أعضائها المميزة؟ العينان ترتفعان فوق الرأس وترتدان إلى الخلف، تحميهما من الرمال طبقتان من الأهداب. المنخران يحمي فتحتهما شعر كثيف وينغلقان حين تهب عاصفة رملية لحماية القصبة الهوائية من الجفاف. وللفم شفتان عريضتان السفلى منهما مشقوقة لتمكنها من تناول الأعشاب الشوكية دون أن تؤذيها. والأذنان يحميهما شعر كثيف وينثنيان عند هبوب عاصفة ليلتصقا بجانبي الرأس لتجنب دخول الغبار. وللإبل وسادة أسفل صدورها وأخرى على مفاصل أرجلها لتمكنها من الرقود فوق الأرض الخشنة الساخنة. تنبسط الأقدام في شكل أخفاف مكونة من نسيج دهني سميك تمكنها من السير فوق الرمال الناعمة والتربة الخشنة معا. أما طول القوائم في تناسق مع طول العنق فيساعدها على سرعة الحركة، كما أن ارتفاع السيقان يقلل من تأثر البطن المباشر بحرارة الرمال في قيظ الصيف. ويحتوي السنام على كمية كبيرة من الدهون هي مخزن للطاقة، تكفي الإبل غوائل الجوع وتقيها امتداد حرارة الشمس إلى داخل أجسامها. جلودها غليظة بحيث تجعلها قادرة على تحمل عواصف الرمال الحارة ولسعات الحشرات. ولجسم الإبل القدرة على التكيف مع درجات حرارة متباينة في كل الفصول من 34 درجة إلى 42 درجة مئوية، وهو معدل قاتل لكثير من الأحياء. والعجيب أن الارتفاع في حرارة أجسام الإبل لا يؤدي إلى نفوقها كما هو الحال مع حيوانات أخرى، بل يعينها على مقاومة نقص الأكسجين عن طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي. والآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه علوم اليوم، وهذا سبق القرآن الكريم.